عسلامة، شن احوالكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير ونعمة الناس الكل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير وانتم تتفرجوا فيا اليوم. ان شاء الله يكون نهار خفيف تعديلكم. اليوم جيتكم يعني بالروتين اللي عملته اليوم. شنو عملت بالضبط؟ الحقيقة صورت معاكم حاجات بسيطة، بصراحة كان نهار تعب على الاخر بالنسبة لي. كما تعرفوا اخر نهار راجعين الصغار يقراوا، لازم تراجع لهم دروسهم بطبيعة قبل بنهارات تماني، زاد نهار الاحد الاكثرية معناها قريتهم. وكما تعرفوا الدوش، وكما تعرفوا باش لازمهم يكون حاضر، باش لازم يكون مغسول. حسيلوا البنات، صدقوني التعب اللي تعبته اليوم يعني عندي بالحق برشا، ما تعبتش تعب كيف ما هذاك، خاصة انه خرجت زيدا، مشيت لترفر، عملت دورة، مشيت حبيت ناخو هيك شوية قضيات للكوجينة، تشوفوهم من بعد في الفيديو. صاروا انتم معناه مشيت على رجليا اني واختي، ودرناه قديش من مرة، ومن بعد روحت وطيبت وحصيله يعني ما قعدتش بالكل. صدقوني توا يمكن قديش الوقت، تو العشرة غير ربع باش قعدت. تصوروا انتوما، الحمد لله. وكهو الواحد هكا من بعد في الليل كي يقعد يتذكر شنو عمل في نهاره، والحمد لله ما يمشيش نهار فارغ، في برشا حاجات الحمد لله يا ربي. التعب مخلوف، وكل التعب بالحق مخلوف، ما يمشي على روحك، كي تحط راسك على المخدة وترقد تنسى كل شيء. الحمد لله وكهو. حصلوا اني لهني هيك فزيت الصباح، انس من امس قال لي يما شاي الملوخيه، حصلوا ما نعرفش كيفاش اتذكرها، ما نعرفش كيفاش هو اصلا يعرفها. والله خاطر اني ولادي معناه بخلاف المكرونه والبيتزا ما يعرفوا شيء، معناه ما تشهوا شيء. نعم نعم هاي عاد البارح هيك ما نعرفش، قال لي نحب على ال سلمى كل ما تجي منتجك كبر البيبرونة بجنبها، جنجينا ضاي كل باش راني نمدلها بيبرونة وهي بجنبها، معناها ما تخسرش على روحها حتى باش تمدو. باهي يا سلمى باهي. حاصلوا البنات، جاية بحذايا ما واختي، قلت نبدأ في تنظيفات الكوجينة بعد عد صغار الحقيقة ما خلوناش، قلت وغدوة هما يرجعوا يقراوا اني تلهي في الكوجينة. سامحوني بالحق، سامحوني اني طولت عليكم معناها في الحكاية وكل شيء. ما حبيتش نوريكم البنات الشكل بتاع الكوجينة، تعرفوني لاني اقل حاجة نجيكم بفيديو عليها ونوريكم، اما المرة دي حبيت نجيكم ما نعرفش اما نعمل معاكم جولة قبل والا ننظم الكوجينة قبل، ما نعرفش، ونحب نوريها لكم واني مزينتها. اما الغالب ما كتبتش اليوم، ما لقيت تقريب هكا البنات نقولكم ترفر نهار لحد ما تجيوش، برشا حوانت الحقيقة ما كانوش يسكروا ولا يسكروا نهار لحد، تقريبا الحوانت الكل مسكرين معناها شوية وبرا. كهو وليت خديت حاجات بساط، وقلت هاني كل مرة كل شهر كيك نمشي ناخو حاجات، ويعني هيك ديكور للكوجينة، ونحب على سيبور متاع هيك مغارف وكل نحطه فوق الرخامة. وكهو بخلاف هذايا حتى شيء، وبلانت هيك تعطي روح للكوجينة. وكهو معناها مش باش نعمل حاجة كبيرة، أكثر بلاصة باش نتلهي بيها هي ركن القهوة. حصيلو ان شاء الله تو غدوة البنات نبداو في تنظيمات الكوجينه، ونوريها لكم معناها كيفاش الشكل نتاعها. كيما قلت لكم فيديو امس اني كنت في دارنا، جي النجار خدمها لي الحقيقه واني مش موجوده في الدار، حصلوا روحت وبالحق كانت لي احلى مفاجاه كيفاش لقيتها كامله، خليتها نوع وتقيتها نوع. عايشكم الكل على تعليقاتكم، تقريبا الكل طلعتوا المفاجاه شنيه. الحمد لله يا ربي الحمد لله، فرحانة برشا انه اني باش نرجع معاكم بكل طاقة ايجابية بالحق، خاطر كنت مستفقدة شوية الحكاية هذه، كما توا الحمد لله يا ربي رجعت فيها الروح. والله لهني البنات حصيلو خذيني الفيديو، مانيش مركزة برشا على الروسيت اللي عملتها اليوم، خاطر بصراحة ما فيهش حكايات، صدقوني صدقوني اللي نلقاه نحطه، ما عنديش قضية معناه في الدار نحطه برا. والله اللي عندي حطيته، لقيت عندي باكو كريمة فانيليا، قلت برا نعمل كريم موسلين، عندي شوية زبدة زادة، عملت كريم موسلين من عشان عملتها توسعي ولا خاطر قلت نحكي.
هاوك رجعت بيكم البنات بالتوالي لهني نعمل في الـ يعني باش نعمل جاتو رولي والله بالمكونات اللي عندي في الدار، معناها تتشوفها كيفاش باش تطلع سافا مش خايبة، المهمة بنينة صدقوني، اللي قعدت منها طرف خليت شوية الراجلي كهو بنينة بنينة على الاخر. حاسيلي وعملت طرشة، سمعوك الناس الكل سمعوك والله ريت ضحك والله. حاسيلو عملت 3 كعبات عظم، كل كعب عظم عليها مغرفتين من السكر ومغرفتين من الزيت ومغرفتين من الحليب ومغرفتين من السكر، عودتها مرتين السكر ولا لا علينا والله صدقوني داخلة بعضي مانيش عارفة ليش، يمكن التعب وكهو اخر النهار. به اني شو عملت، عملت 3 كعبات عظم عليهم 6 مغارف سكر، 6 مغارف حليب، 6 مغارف زيت، و6 مغارف فرينة. اذا تحبوا تعملوها بالخميرة تحطوا مغرفة خميرة متاع جاتو بالطبيعة، مغرفة كبيرة تكون متاع خميرة جاتو، والا كان عندكم جيلك تنجموا تحطوا شوية جيلك، نص مغرفة متاع هكتاي جيلك اذا متوفر عندكم. انا نعرف الجيلك ديما تقولوا ماهوش باهي، اما بصراحة يطلع الحاجة تحفونه على الاخر، اما يعني ما هو صحي، ما مش تستعملوا كل يوم، هو صحي والكل معناها تنجموا تعوضوا بالخميرة. لو ديجا اني الوصفة هذه نعملها معاكم، راني بالخميرة وعملتها معاكم معناها على شكل وقتها عملنا البرانس، باش نعاودوا معاكم ان شاء الله يمكن غدوة باش نعملوا مع بعضنا البرانس. وشنو اخر عملته معاكم، كل البريك زيدا وقت عملناه بالمعجون، يعني عادي نعملها روسيت بالخميرة. المرة هذه ما عنديش، وشاري اني جيلك على اساس باش نخدم جينواز ان شاء الله باش نعمل كعبه جاتو في عيد ميلاد راجلي. كهو حطيت شويه جيلك، اما تنجموا تعملوا خميره راهو عادي. لهني هيك الخليط هاو كاني الحاجه الباهيه في جيلك انه كتحط المكونات الكل مع بعضها وتركض كهو. خديت البلاتو عملت الورق الزبده كي وحطيت حطيت البلاتو عادي، معناها عادي ما يخرجش على جناب ولا حاجه ما يقلقش. ندمت انه اني ما عملتش على بلاتو اكبر، معلش حسيت هكا كان خدمت على بلاتو اكبر احسن، ديما تكون متاع الجاتورو لي تكون رهيفة احسن، تاكل تهزلك برشا كريمة، يعني هذاك الحشو تهزلك برشا حشو، مش كي تبدا هكا تحسها غليظة شوية يعني الجنواز تجيك معناها تحسها ما ترفعش برشا من الكريم. لان هيك هو كطابت تجيب بنينة تنجم حتى تاكلها وحدك، مش كما متاع الجنواز. البنات جنواز يخدمها كان بالعظم معناها والفرينة والسكر وكل، هذه خاطر فيها الحليب وفيها الزيت تجيب بنينة على الاخر. هاو نسيت اني سكر فانيليا، حطوا سكر فانيليا نسيت جملة بلهني. هيك اكل الكريم هذيك اللي طيبناها من الاول، كريمة متاع فانيليا بردت على الاخر بطبيعة بعد ما اني دخلت للدار ونظمت الدار وحصيله كما تعرفوا حوست الدار مع الصغار وكل، ما هي بردت معناها بالحق بردت على الاخر. لهني باش يعني باش نخدم الكريم موسلين عملت الكريمة هذيك متاع فانيليا وحطيت عليها شوية قطرتين يمكن متاع كروح البوفريوة، ما نعرفها تحب البوفريوة حطيت لها شوية بوفريوة، هي في العادة نسقي به الجنواز، اما ذي جاتورو لي خايفة عليها بصراحة. وكها ركضت الكريمة بالباهي ومن بعد زدت لها مغرفتين كبار زبدة ولا مارغارين، اني عملت مارغارين ساعات نزيد فيها كريم شانتي ساعات، كل مرة شو نزيد فيها، المرة ذي خليتها هكيك بلي عندي حصير. ريتوني اني كي خرجت شو سماها هذه جاتو ولا حصيلو مش جنواز على خاطرها، حصيلو لفيتها في منديلة مبلولة تكون بالمبلولة هيك مندية شوية معناها، وعملت ولفيت الكيك يعني باش تشد روحها وما تتكسر ليش. ما ديما كما قلت لكم اذا بكم تعملوا الـ الخليط تعملوه شويه والا البلاتو تعملوه اكبر باش يجيك الطبقه رهيفه.
تغذية البنات، عملت دورة في تلفرت هوكا، صورت لكم فيديو عند ما اني ما نجمش نهز التليفون خاطر قاعدة نصب في فيديو، ما نجمش نهزه. وليكم شنو خذيت؟ خذيت بلانتات لك النيش عندي اني توزروا عندي واحدة اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، عشرة بلايص متاع هذوكم اللي نزين فيهم. الحقيقة ما عرفت شنو نحط فيهم، واصلا معناها ما زلت كل مرة نشري لهم حاجة. هيك هذي اللي حبيت على فلانتيت، خليت هذا في محلها معلومة. هذو ليش اللي عندي هيك بالطول، ما فهمتش شنو ناخذ له. خليت هذا محصيله. هذوما الكعبة ب 16000، فما حانوت عامل فيهم برومو دينار، خديتهم اني ب 11 دينار. نجم نحطهم على النيش، نجم نحطهم فوق الحامة. وخذيت هذا محليهم زيت هذوما. وكان خذيت كعبة وهذه قلت نحطها فوق لهني هيك، معناها فوق الرخامة. هذه فوق الرخامة حطيت هكا خاطر تخرج على الكولور نتاع كوجي انتي. هذه الوحيده باش نخليها هيك، الاخرين هما باش نخبيهم. تو ان شاء الله غدوه البنات نفرشوا مع بعضنا الكوجينه. تو خليني نكمل نعمل عصير ونركح الخبز الجاتو. هكا وذاك شنو خديت من ترفر. كان نقول لكم حاجه تقعدوا تضحكوا عليا، نسيت فلوسي، شطر فلوسي اللي هزتها باش نقضي بها نسيتها، على اساس كيما قلت لكم باش ناخذ هكا نتاع مغارف وكل. حبيت يمكن كنت باش ناخذ سيبور نتاع فاحات، فما حاجات مزيانين تهب الحقيقه. بعد قلت خلي تو مره اخرى، واني مروحه في بالي باش ناخذ حاجات منظمات للكوجين، نلقى شطر الفلوس نسيتها في الدار. طلع ولدي هز وخبالي الفلوس، تصوروا انتوا معناها مشيت لترفر تعبت 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 على الاخر، وبالدوران في الاخر الحاجات اللي قمرتهم باش نرجع ناخذهم لقيت الفلوس، يعني ولدي خليها لي في الدار. هذاك شنو خذيت الحقيقه، كاي شنو خذيت يمكن باش تراوهم البنات برشا هيك نبتات تقولوا مش نتاع كوجينا، اما بصراحه عطوني روح مش نورمال. راني تبدلت عليا على الاخر، قلت نزيد ناخذ لك الشباك. طب من بعد شوفوني حطيت بلانتيتك فك الشباك، عجبوني عجبني المنظر على الاخر هيك الصباح، ترى الخضار محلى. اما خاطر عندي كما قلت لكم 10 بلايص معناها وين تحط فيهم تحف، حبيت على الاقل نعمل 4 بلايص منهم هيك كيما هيك بلانتيت. بربي بربي اعطيوني افكار شنو نجم نحط فيهم كل لينيش هكوما اللي معناها خدمتهم فك المارون هكوما، شنو نجم نعمل فيهم ديكور. والله العظيم اللي فهمت شنو باش نحط، كان باش نعملهم الكل هيك نبتات باش تكثر معناها تولي تقوش عليك في جرد. ما عرفت شنو نحط، ريت برشا يحطوا هيك كيس قهوه، يحطوا كيسين قهوه، ماني عامله ركن القهوه معناها ما تستحقش اني باش نحط غادي. اعطوني افكار بربي شنو نجم نحط فيك الفك النيش هكوما، حاجات ماذا بيا حاجات متوفرة عندي خطر حتى لين تو بشوي بشوي تو نشري لهم. ماذا بيا حاجات تعرفوا معوني، تعرفوا شنو كنت حاطة في الكوجينة باش كنت مزينة. قولوا لي شنو نجم نحط، بالحق ما عنديش حتى فكرة. لهني هاكا قاعدة نقص في الجاتو، على ما هي طرية حصيلة لي نحط السكينة وهي طاب ديريكت. عملت قصيد ديريكت على خاطر ما حبيتش نهز هاي الشوكولاتة وكل شيء الغادي للصالة وكل مع الصغار، هزيت لهم ديريكت ديريكت معناها صحن هزيته لهم، لاني حبيت نزينها بالشوكولاتة. بعد جاو الصغار كملوا خربوها، تتشوفوا مش خربوها الحمد لله بنينة، اما زينوها كما حبوا وشتها. لوحة فنية حصيلة قصيتها باش نبدا مرتاحه، ما نقعدوش غادي نقص، انا قصيتها ديريكت. هات زاد الكيسين هذوك في القجر هاك، هما اربع فما اربعه
ندخل الداخل بحذا ما كله نادين تلوش تلوش على الكيسين الكيما هذوما. الدنيا كل داخلة بعضها عندي، ان شاء الله غدوة نفرش والدنيا كل تبين معايا. حطيت كعبات مقلوب لهني دول حسيلو زينوهم الصغار بك الواحد كملوا زينوهم، وانا زلت رشيت عليهم كل بنات شي طرية. محلاه السمايل اللي حطيته فيها يتقرمش كلها. تعيش الذوق عندي يا ذوق. استنى خلي ذوق نادينا يا ذوق نادينا بهي تظل بيزا. يعني الناس ما تظل بيزا دي اللي تلقاني مش في مخي نعمل في حاجة. هكا هو اني تو ندخلوا نقعدوا لداخل وبعد نرجع لكم نشوف شنو باش نعمل في الكوجينه. بعد ما شربنا العصير وعملت قهويات وكلينا كل طبلبيزه هذيك هي مش طبلبيزه، حاجه بنينه على الاخر كما قلت لكم ما قعدتش. اما معناها هيك كمنظر وك هيك معناها مش كيما العاده الحقيقه، مش كيما نخدم الحاجه هيك نحسها هيك بالعمل ما نحبش حتى نقصها نبدا عامل عليها جو. اما هذه هيك كبره حتى الزينه بصراحه الصغار كيما قلت لكم عاملوا لوحه فن لوحه تشكيليه. المهم كلينا حاسيلو مروحه مال هني هيك قلت تاني خليني ندخل نحضر لهم العشي ونركح الكوجينه. عملت لهم مايونيز وعملت فريت وعملت حصيله هريسة وعظم وكل يمكن ساعتين وني نقلي في البطاطا. نظمت معناها بعد ما قليت البطاطا نظمت، من بعد عودت سخنت الملوخية اللي عملتها في الفطور هذاك علش عودت مسحت شوية الغاز. اما بعد ما قليت البطاطا حصيله هذاك الكل حكيته وما خليتش معناها ان شاء الله يا ربي معناها اي حاجة. يعني ديجا حتى في كوجينتي القديمة كيك معناها نقلي حاجة ديريكت نمسح من خلي حتى شيء، مع انه هذه معناها هيك يعني كلورها تحسه يظهر كل شيء مثل غاز ولا حاجة لازم قديمة تمسح فيه كوهوك ديريكت. قبل ما مشيت تعشيت قديت الغاز وكل بعد قعدت كي سخنت الملوخية تلك الدنيا مسحت مسحة خفيفة للغاز. ومن بعد ان شاء الله ربي يسهل تو ناخذ الهوت نتصور معناها يعني تعاوني شوية في حكايتك الزيوت وكل الدخان وكل شيء. تو كي نطيب لازم الكوجينة تبدا محلولة في الباب في الشباك في البورتفينيتر باش ما معناها ما تهلكليش الكوجينه. حصيلو البنات لهني جيت باش رجع المعون لبلاصتو، هو مش رجع المعون لبلاصتو، اني حطيت المعون الكل في وسط بعضه وهزيته وحطيته في بلاصه معناها حاطه فيه المعون فك البيت القديمه. اكل جاني عليها كومنتير البنات اللي جاني عليها ميساج طويل عريض. البيت هذيك ان شاء الله تو غدوه نعملها مع بعضنا ونهز منها المعون الكل. ما زلت والله ما زلت لين نظفت الكوجينه لين نظفت المروات لين عملت حتى شيء، معناها قلت ما نبدا ننظف الا ما نبدا على قاعده. غدوه ننظف هك الشباك والبورتفينيتر والاكثريه نعمل ننظم المروات اللي ملوطه هكوما ننظمهم الكل ونخلي المروات الفوقانيين يمكن نجيب حذايا ما نهار ثلاثة نعملوهم مع بعضنا، خاطر المعون معناه فيه انه باش نمد من دار حماتي. عندي برشا معون حاطته في دار حماتي والله مانيش عارفه نمد ولا ما نمدوش، اني ما نستعملوش برشا في هيك الحاجات الكبار وكل وفيه معون ما استعملتوش جمله وما نتصورش روحي باش نستعمله الحقيقه، خاطر ما استحقيتش معناه الحاجات هكوما. مش عارفه نجيبهم ننظمهم هني مش عارفه شنو نعمل بالضبط. حاسيلو لازم معايا شكون باش نهزو مع بعضنا وعندي معون في بيت الفطور لازم ما نجيبه.
حاصل وقلت غدوة نعمل لك التاجوريت اللي من لوطة، الكوجينة من لوطة، وبعد نعمل الفوق. حاصل لهني هيك حطيت هدية الجاتو هذيك اللي فضلت نخبي فيها، صدقوني نخبي فيها من الصغار خاطر شكري ما ذاقش وكل. خليتها له وكوازيت على جنب. وتو باش نبدا نغسل الماعون اليوم، قلت خلي نغسل الماعون اني خاطر في معناها خدمتها برشا الحقيقه الماشين اليوم، ما حبيتش نخدمها زاده في الليل. كما قلت لكم عملت برشا حاجات اليوم، ما هذايا اللي صورت الحقيقه، هذايا اللي خلطت صورت، لما لا صورت الفتو لا صورت، ما صورت حتى شيء. حاصل كهو حطيت نغسل في المعون هاكا نتشجع مع بعضنا، نعرف الطقس بارد والمعون ما يشجعش بالكل، خاصة هي تبدأ تغسل في بالبارد كيفي. نتشجع مع بعضنا هاكا، وان شاء الله البنات تستناوني في فيديو غدوة. ان شاء الله هيك الفيديوهات الجايين ان شاء الله يكونوا هيك دحفونين، ونكملوا بيهم هالسلسلة اللي عملناها مطولها لطف يا ربي. والله العظيم حسيت ليامات ياسر معناها طوال، والحمد لله يا ربي ما فات حتى شيء. ريتو شفتو حطيت نبتات فك الشباك، هو مش باينه لما حالة عندكم، اما صدقوني نغزر لهم وحاسه بفرحه مش عاديه. معناها نغزر الخضار كم الشباك تقولش عليا، ك نعرفش كيش نوصف لكم الوضع، عجبوني على الاخر. ان شاء الله تو نزيد ناخذ نبتات اخرين نردها جرده للكوجينه. كاو لازم نعمل فيها حاجات نفسيتي ترتاح فيها، وكي ندخل لها نبدا معناها حابه اني نصنف، ونبدا حابه اني نطيب وكل شيء. هكا وكملت غسلت الماعون، ولازم حكة لك الفيونس اللي بحذا الحوض وكل من الرخامة اللي منا، حسيت لازم باش نعمل حكة اليوم. هذاك اللي نكمل به وقفة الحوض. هكا الصباح كي نفز نلقى دنيا نظيفة، نلقى الدنيا هيك تشعل، تشهيني باش نعمل هيك قهوتي، نبدا هيك مرتاحه. تعرفوا البنات نخمم في حاجه اني يعني باش نولي نطيب بالليل. الحمد لله يا ربي كما قاعدين نشوفوا الاضاءه عندي تحفونه على الاخر، معناها ما تقلقش ليل نهار. قلت باش نولي نطيب في الليل، هاكا نحي منه فطور صغار باش اني ما نبداش في النهار مربوطه بفطورهم. صدقوني نبدا بالحق مش على راحتي بالكل، معناها في النهار لازم نصف النهار يطيب. نحب نبدا نعمل حاجات سهلين كيما كسكسي مقرونة، خاطر مسهلين، وقاعده نشوف انه صغاري معناها يشوفوا في ماكله اصحابهم يجيبوا برشا، معناها اصحابهم حاجات شوايح مقلي وفريت وكل شيء، واني ما نحبش نعطيهم مقلي. قلت على الاقل نصنف لهم حاجاتك في الفور وكل هاكا ياكلوها حاجه خفيفه، وكسكسي ولا حاجه نطيبهم اني على راحتي اني وراجلي. قلت نولي نطيب في الليل، ونولي نصور معاكم بالليل، مش نصور معاكم بالليل معناها فيديو كامل، معناها نجم نعمل معاكم روتين الصباح وفي الليل. اما احسن حاجه قلت ان شاء الله بقدره ربي نهار اثنين نبدا نطيب بالليل، ونحي فطور صغاري، ونبدا على راحتي في النهار، كان باش نصور كان باش نخرج كان باش نمشي نقضي، نبدا على راحتي. هاكا اليوم هذايا روتيني في الليل، شنو عملت، خملت الكوجينة، أقول إن شاء الله في روتين غدوة. نقول لكم اللي أنا طيبت، عملت حلو وعملت مالح، الحصيل باش نولي ندخل الكوجينة في الليل ونطيب في الليل. معرفش كم حاسة الحاجة هذيك باش ترتحني، وفي النهار نعمل اللي نحب في الدار، ولا نقعد مع على روحي وما عنديش شكون رابطني. وكهو كنكون وصلت بكم لآخر الفيديو، نحب